بابا هي الحمير بتتجوز؟ يا حبيبتي ما بيتجوزش غير الحمير. طب ممكن تحكي لي حدوته؟ بص يا حبيبتي انا بقرا الجورنال، ممكن احكي لك الحدوته وانا بقرا الجورنال. بلطجيان يضربان شاب على امتي راسي. ان شاء الله يجيلهم ضربه في ايديهم البلطجيه دول ويضربوا امه. ليه هي عملت لهم ايه؟ انا عايزه اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه عملت احصائيه اطلعت فيها ان نسبه التعدي بالضرب على امهات الشباب وصلت 100%. امهات الشباب امهات الشباب دي بقى غير الفراخ الامهات، امه راسه يعني على راسه من ورا يعني. وامه راسه به دي يا حبيبتي هي الموعظه اللي هتطلعي منها من الحدوته. دلوقتي حماده امبارح ضرب ميدو على ام راسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت. انا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت اخد حقي لو على جثتي. ما انا ضربت شريهان ونيلي امبارح. وضربت شريهان ونيلي ليه؟ ما عرفتيش تحل الفوازير؟ ما هم ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعه وموازي له في الانفعال. حاجه تعرف الشوارع مليانه بلطجيه وصيع ولاد الادب ومعاكسات. ايه يا سناء مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه، وانا جايه من عند اول الشارع وماشيه في امانه الله ومروحه بيتي، الواد ليمونه وفراوله وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لي ايه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي احكي لي في ايه. قالوا لك ايه؟ قولي. يا غرابي ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقالي فتره يا عكس اختي. لا 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 اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واسر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش مشمش وعامل لي راجل. بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على النصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غز الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت منين؟ انا ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، ده انا بقى هخليه مربت مشمش. عادل عادل ما تعورش يا ولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا الايام ما كنت فورمه. انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش عجبك كده؟ هم اللي حكشوني يا ماما. اسكتي. بقول لك ايه يا كبير؟ هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ اه. ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا هفرجك دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح. انت مشمش؟ اه انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ده مشمش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يا عم. بلاش حاجه خالص. يا سلام عليكم. تعالى خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مشمش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش عن الاسامي دي خالص حضرتك. هي مين دي يا؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت اتصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول بس اسمع. يا دول الحقني يا دول. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عاكستوا اختي وانا قلت له انت مالك؟ دول ناس محترمين مش استحاله يعاكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك. ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي لايدك دي. هو اللي كان بيجوعني وعايز يقطع عيشي يا فندم والله. هو اللي قال لي تعالى. لا 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 حضرتك اقطع عيشي بعد اذنك. بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب كداب. لا 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 اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا
وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن نشقلط يلا. بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك استنى استنى استنى. اي 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 ايه عليكم؟ عليكم معلم تيتي. معلم تيتي تاخد مين على المخزن يا تاخد ايه تاخدنا على المخزن ده؟ انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا مرناش رجاله ولا ايه؟ في يا رمز في يا جدعان. بقى معلم تيتي اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بيتحط فيه الفاكهه دول كده؟ غلط عزلت يا معلم تيتي، وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا ماشي، مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم وبتمانس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي ان الفروت صلات ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي. الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش؟ لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له. حقك عليا يا كابتن. ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان بس يا حيوان يا دول علشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي. انا اتكلمت وحس ربما بقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعضيكم اصطفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن مش كده يا رمزي؟ هنعمل إيه يا؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مشمش، يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله، ويكون المعلم مش استوى وطلب الاكل. خلاص عرفت. ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه، ما فيش وقت للجهد، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن اخرع. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه معرفش يشيل الوزن ده. جبت اخري يا كابتن. قوم قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. محدش يقول لي جبت اخري. الحق دولا ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب في التدريب. يلا بينا. محدش يتحرك في الهنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك بقى احنا هنتكل على الله بقى، يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. محدش يقول لي هنتدرب هنا إيه للي حدد. طيب يا كابتن معصعص، يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص مدلعنا. ما يقصدش حضرتك ما يقصدش ان هو يدلع حضرتك، دي زلفة لسان. هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى؟ انا اللي حدد. محدش يحدد. حاضر. انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بانا. محدش يقول امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب هو يا ابني كده انت مش هقول احسن انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا. انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز، قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا، بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا. انا اللي شلت المرتبة من تحتيه حضرتك. ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني هلا. وخد بالك من السؤال الثاني عشان تحويس. ماشي. حاضر.
ما هي دوافع التتريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. دوافع لا باس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا هخلي الخصم يقعد يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منوله جايبه على الارض. محدش يحدد الخطه دي استراتيجيتي انا، محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولا ده حاوي. استنى هيطلع نار من بقه. اصبروا اطال. دوافع خالة. انا توافع تتريبي ان انا اتشغل عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها، دوافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي، وهو خارج الاسئلة اللي انا كنت حاططها في الابلكاشة. مين اللي كان بيلاقي اختك هالة؟ حضرتك مش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فصفص وليمونة مصمص. يالا فصفص حصحص وليمونة عرنك. دي بقت معركة تالا. انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبني على الكابتن أملة. اطحن جامد يلا، اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن؟ ايوه، اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكم تمرين ولا حاجه، امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما، العضلات دي موضه قديمه، احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يلا ربي. دول على فكره في، انا حاسس ان عضله الرجل بتاعتي بقت ضخمه قوي على فكره. كويس يلا، لان كده عضله الرجل اما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح رجلك ما جرالهاش حاجه. وكل عظم يلا، كل عظم. عادل البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي احنا خدت معادل، اعملي لي طبقين كده بس حط عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي يلا، انت فاكرها مهلبيه يلا؟ لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعملوا لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل، الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا، نبقى نبلع لهم يا دولا بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره، وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه يالا. انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس بسرعه. زورت اكيد بلعت العظمه يا غبي. يا غبي قلت لك قرقشها الاول، بتتعامل مع الاكل ككلب. السلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل ايه يا ماما؟ خد سندوتشات البودر. كويس، ايه السندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخده. يلا استنى يلا. طمني، انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دي ولا بسرعه؟ هي زي دي، انت بتترعش ليه يلا كده؟ هايل هايل هايل، احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى، ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دولا انا سعاده. دولا بقى ما تخليهم يوطوا التكييف ده. دولا ياد، ما انا قلت لك البس بلوفر تحت الفالينه، انت ما بتسمعش الكلام. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب.
كده وصلنا المرحلة ان احنا ممكن نتدرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتدرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمدة اسبوعين عشان نتدرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجية بتاعتي. كابتن معسعس، انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايوه، على الخطات اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق. اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني، بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه، بس للاسف ما زهقش مني. انا اللي ضربه وافترى عليا. معلش معلش، الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسة ان شاء الله خير؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير، او نسمع سمع هس. طب يا كابتن معصعص، يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك؟ انا مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته. الكابتن هبل ممكن يفتري عليا. كابتن هبل وصل. سناء، منك لله. خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا، خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل، بلاش، ما تروحش الخناقه دي، انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما، سيبيه يروح ياخد لي حقي. هو مش راجل ولا ايه؟ بصي، ما تستفزني زياده، ما انا مستفز. انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نقنق، انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنق. يا حبيبتي يا قمر، يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي. يا رب يا حبيبتي. يا غبي يا غبي يا غبي، ما انت شايفني رايحه اتهبب اهو، رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي، انت جاي بتعكسها قدامي. يا غبي يا دوله بقى يا عم بقى، وبتزق كمان يا دوله. وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دوله. انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس، دول بيعكسين عشان انا مش معبراهم ولا بصلهم. يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت، انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعت الخصم مثلا؟ لا لا لا، انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعت الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر دول. عادل لا استنى، انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك. لا، ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع على القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نقنق، انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. عادل عادل بلاش يا ابني، اغز الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص، سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. ماما ماما ابقي افتكري ان عندك. يلا يلا يلا. عادل عادل باي. عادل باي. الو بوليس النجده، ولعنا النار وكسرنا عين الشيطان. عندك اتنين عينيه بلا احلى اتنين شباب. بدوي بدوي، بتهوي على ايه انت دلوقتي؟ واحنا لسه ضربنا. سيبنا يا ابني سيبنا. خليه هوي يا دوله، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظه بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسال يا اهبل. بشمش وحرام كشف. ولا بشمش وحرام، ولا بشمش وحرام. ايه دوله ده؟ هو مفيش حد خالص بيقول دوله ورمزي ليه؟ ايوه يا ابني، ما الناس مش عايزه تخسر فلوسها. طب لحظه واحده دوله، ولا حتة أمورنا بكراتش. مشمش وحرنكش. مشمش وحرنكش. يا غبي يا غبي، ما هو عندكش ورثة ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجالة، اهلا بيكم في الخناقة الكبيرة الكبيرة قوي اللي الجيزة كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزة تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت، والان تبدأ المعركة. يلا محمدي. ايه ده ايه ده؟ دول هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجولة الأولى والأخيرة. ما تخافش يالا، ما تخافش يالا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله. الجولة الأولى. ما
من نفسنا مش واخدين بالنا. ماشي. كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا دولا انا مش حاسس بالكتف اليمين. انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه. يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. ما كده كده هنموت. يا دولا طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم. ده العمر قصير قوي يا دولا. بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. يا باشا هموت في ايده. هموت في ايده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه يا مشمش انت وحنكش ده انتوا مسجلين خطر. وعلى فكره المره دي مش معاكسه، ده اعتداء بالضرب على المواطنين. خد المعسكري على البوكس. بعد اذن حضرتك ممكن اركب البوكس؟ اتفضل اتفضل. يلا يا بوكس. يلا يا بوكس. انسحاب بنسجل بنسجل نسجل ونؤرخ انسحاب مشمش وحرنكش. هو فوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي.